تشواميني وكامافينغا. كامافينغا وحش في وسط الميدان 20 سنة وماشي اساسي فوق العاده في المنتخب الفرنسي. كاين مباريات يلعب فيهم اساسي، كاين مباريات يفضل فيها المدرب دي دي ديشون لاعبين اخرين. لذلك انا هذا افضل رد من اداره مينو. نعم. افضل رد على تصريحات لاعب. هذا هو المستوى العالي. المستوى العالي لا يرحم، باش تحب تلعب في المستوى العالي لازم تكون على قدر المستوى العالي، انت ايضا تكون لاعب تاع مستوى عالي. نعم. هل يمتلك عدلي مستوى الميلان ومستوى المنتخب الفرنسي؟ لا، السؤال لا، لانه ما برهنش. وهذه خلينا كما هضرنا على عموره، نظن اختيار الفريق غير مناسب. اختار روما، اختار الميلواسي. انا نظن راح الفريق وين كانت المنافسه كبيره وشرسه وما قدرش يعبر عن امكانياته. كي كان في بوردو كان قدم موسم لا باس به. لكن سؤالك، انا بالنسبه لي ليس لديه مستوى ميلان وليس لديه مستوى الفريق الفرنسي. وحتى الفريق الوطني يقولوا عدلي باش يلعب في الفريق الوطني، نظن ما عندوش مستوى اللي يقدر يجيب الاضافه، لانه ما قدرش يرفض روحه في الميلواسي. والدليل على ذلك حبوا يسرحوه، لانه ما يعني حتى في المنتخب الجزائري لا ترى بانه قادر على تقديم الاضافه. لا، لكاين منافسه كثيره في وسط الميدان، على غير بن ناصر، الزروقي، عوار. حتى عوار ما راهوش تيتولير انديسكوتابل. وي، مي حتى في الفريق، نهضر على الفريق الوطني، مانيش مقتنع بالمردود تاع عوار في الفريق الوطني. في كاس افريقيا كان مع روما دوكا جو بلو. مع روما يجو بلو. وحتى في ليون ما كانش يلعب. الحق بالك لاكوب اسوندونت ديالو لحقت للطوب بكري شويه في 2020. كان صغير، كان في الفريون في الفري نيفو تاعو. ابخي باش تغولونسي بالفرنسيه، بوغ غولونسي سا كارييغ يفالي يروح دون ان كلوب وفي ايكيب ويقدر تكون منافسه ماهيش قويه، وحتى باش يعاود يرجع للمستوى تاعو ويكتسب الثقه اللازمه باش يعاود يطلع. نبيل فقير كيما دار نبيل فقير لا ميم شوز كيما عوار. وشنو كان عنده لعنه الاصابات، تراجع المستوى تاعو. واش دار؟ بيتيس. في الوقت اللي الناس كانت تستنى فيه يروح لليوفنتوس ويروح للميلون ويروح للانتر ويروح للانديه كبيره، اختار ريال بيتيس. بصح في ريال بيتيس راهو يلعب وراهو قائد من القاده في الفريق، وقائد فني داخل ارضيه الميدان. اعتقد انه عوار عليه ان يبحث عن فريق، مثلا في الدوري الاسباني، فريق من الدرجه الثانيه، فالنسيا، اشبيليا، هذه الفرق اللي تعطيك فرصه. ريال سوسيداد، فيا ريال، فرق محترمه دائمة التواجد في البطولات الأوروبية، وفي المقابل أيضا تعطيك الفرصة باش تلعب دقائق أكثر وتفرض نفسك في لأنه في البطولة الإيطالية، ميلان، نابولي، انتر دي ميلان، فرق كبيرة، ضغط كبير، والمنافسة الشرسة، لازم تكون قوي. نعم. قوي جدا. حتى الاندفاع البدني أيضا عالي. نعم. والاندفاع عدلي بدنيا وتقنيا لاعب لا باس به، لكن ماشي مستوى ميلان ولا مستوى باش يلعب في فريق وطني ويقول لك انا نلعب في فريق وطني. انا نظن ما زالت له خدمه كبيره باش يكون مستوى عالي. نعم. الهلال السعودي يجهز عرضا ضخما لضم بن ناصر، هل تعتقد ان بن ناصر ما زال قادرا على مجاراة ومسايرة الريتم الاوروبي، ام ان الاوان للانتقال الى الدوري السعودي؟ بطبيعة الحال عندما لاعب شاب وعنده مستوى عالي، لكن هضرنا هنا في بلاطو مرة وقلنا باش يعاود يولي منافسة. نظن ولا المنافسة مبكرا. نعم. وكي ولا مبكرا كان ما كانش 100%، واللاعب اللي ما يكونش 100% في الميدان راح يتعرض الى اصابات، راح يلعب بدون ثقة. وبن ناصر كانت عنده إصابة خطيرة جدا، وبعد ولا المنافسة باش يروح للفريق الوطني باش يلعب كأس افريقيا. وهنا الغوند بيتيز اللي دارها، هذه لا غوند بيتيز. بل ممكن كانوا المسؤولين في الفريق الوطني حبوا يرجعوه لأنه قائد فريق، لأنه عنده هذيك ليتا ديسبري تاعو باش يجيب الإيجاب. أنا أظن قلتها خطأ كبير يعاود يولي المنافسة، يفالي يكمل لا ريدوكاسيون تاعو ولا يلعب مع لي زيسبواغ، يلعب مع الفريق الرديف باش يطلع تدريجيا ويكتسب بالثقه ويولي 100%. نعم. اللاعب اللي ما يكونش 100% في المستوى العالي راح يتعرض الى اصابات، وراح يتعرض، ما راحش يولي المستوى.
والدليل على ذلك بن ناصر ما راهوش بن ناصر اللي شفناه في في المواسم اللي فاتت. هل يا ترى يروح للسعوديه؟ انا نظن خطا كبير، وكان يروح للسعوديه وراح يشوف المستوى تاعو راح ينخفض. انا نظن يا يقعد في يكمل في ميلو ويقبل المنافسه باش يعاود يسترجع المكانه تاعو، او يغير فريق بدرجه اقل على ميلو باش يعاود يسترجع المستوى، مستوى التقني والبدني تاعو. نعم، الامور لا تسير بصفه وديه بين رياض محرز ومدربه الالماني في نادي الأهلي السعودي ماتياس. الكاميرات رصدت محرز وهو ينفجر غضبا في وجه مدربه الألماني في مباراة الهلال الماضية. بعض يتحدث الآن عن خلافات بين محرز ومدربه، وبأن بعض اللاعبين أيضا غير راضين عن أداء هذا المدرب، لأن غرف تغيير الملابس تبدو متسخة في نادي الأهلي. يا بوكو دنو كاين اسباب لعبه في اوروبا كثير، محرز سان ماكسيما، فيرمينو، فولكان، مدافع ديميرات، مدافع اليوفي السابق، عندهم لاعب نادي سالتا فيغو موهبه اسبانيا غابري فيغا اللي كان واحد من مواهب الإسبانية لما كان في سالتا فيغو، تصورت نقل في سنه 21 سنه الى نادي الاهلي السعودي. يعني عندهم البريزيدون متوسط مزدان كيسي، يعني عندهم كومام، عندهم اسماء اسماء ولاعبين في اوروبا. لذلك صعب على مدرب بتتقي جون صعب عليه انه يمشي غرفه ملابس فيها كاع هاد الاسماء اللي عندها الفيكيو لعبه. اليوم محرز افضل لاعب في الدوري الانجليزي الممتاز سابقا، بطل انجلترا 5 مرات، حائز على الشامبيونز ليغ. تروح تشوف كيسي شامبيون اون بليس دو ساب محرز شامبيون دافريك مع المنتخب الجزائري، كيسي نفس الامر، ميلان، بارسلون شامبيون ديسبان، الان سان ماكسيما سيغتان مومون انترناسيونال فرونسي، فيرمينو لا داعي للتعريف به، ديميرال مع اليوفي لاعب. لذلك ممكن ما قدرش يجيري ليغو اللي كاين في ولا اللي كاين في 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 غرف تغيير الملابس. صعب جدا انه باش تجيري كاع هاد العقليات وهاد اللاعبين اللي لاعبين وعندهم تاريخ في كره القدم. صعيب شويه مدرب بهادشي شيخ، صعيب شويه باش تجيري. لذلك حتى من موسم الاهلي السعودي يظهر بانه بهاد الاسماء كاع، واليوم مركز ثالث بالنسبه للاهلي السعودي كي انفيستي د لارجون بور افوار تو سي نون، اعتقد بانه شيء مؤسف بالنسبه للاهلي انه بهاد الاسماء يحتل لحد الان المركز الثالث، وحتى نتائجه كانت متذبذبه، ما كانش عنده لا كونستانس، ما كانش مستمر في نفس المستوى طيله الموسم. امام لما تشوف الفرق بينه اليوم وبين الهلال السعودي، تشوف الهلال السعودي رغم الاسماء الرنانه اللي عنده، لكن عنده مدرب صاحب شخصيه قويه اللي هو خيسوس اللي كان مر على بنفيكا ومر على نريد ان نسلط الضوء على تلك المحادثه بين رياض محرز ومدربه في مباراه الهلال. امين شاهدناه وكانه يعترض على خطه المدرب باشارات واضحه من لغه الجسد، تبين بأن محرز غير راضي عن الخطة التي يلعب بها الفريق والخطة التي يعتمد عليها المدرب. شوف كلاعب ليس من حقه أن يعترض، أن يبدي اعتراضه بهذه الطريقة على خطة مدربه. كانت سيئة أم كانت مثالية ليس من حقه، كان قادر يروح بعد نهاية المباراة يتكلم وجها له، يطلب الاجتماع مع المدرب، يتكلم، يمد له ملاحظاته على الخطة تاعه، بينه وبين المدرب تاعه. أما أنه يفعل هذا الامر امام كاميرا التلفزيون، هذا الامر كنا مادا بينا نشوفه في مانشستر سيتي لما كان يتعرض للظلم، يسجل 3 اهداف بعدين يشوفوا 3 مباريات في كل سنه. المدرب امين لا تناسب محرز، المدرب يعتمد على التحولات الهجوميه، محرز يريد ان يلعب في الامام. للامانه محرز ادى مباراه، وهذا ليس لانه جزائري نقول هذا، ادى مباراه مقبوله جدا امام الهلال، ولكن الاهلي في الاخير خسر بسبب التحفظ الدفاعي الكبير من المدرب الالماني ماتياس. لازم تقبل فلسفه المدرب محمد، مليح هي كي تعارض بصح ما تعارضش بهذه الطريقه، ما تجاهرش. انت راك محرز، عندك باع طويل في كره القدم، عندك اسم كبير، لعبت في انديه كبيره، عندك القاب كثيره، عندك رابط ابطال اوروبا، عندك كره ذهبيه افريقيه، يعني الناس تحترمك، عندك صوره لازم تحافظ عليها، ما تخسرش هذيك الصوره بتصرفات ما تليقش بلاعب في المستوى تاع رياض محرز. كان من الاجدر انه يعترض على قرارات مدربه بينه وبين المدرب فقط، ماشي اثناء المباراه امام الجميع. هذا واش حبيت نقول.